جدا فيما يتعلق بالريال يأخذ وقت كبير في الأثناء. خلينا نستمع إلى ما قاله زياش مع جمال الجبلي. جمال تفضل. نعم معي الدولي المغربي حكيم زياش. حكيم كونغراتوليشن، تهانينا. هاف يو ايماجيند، إذا هل كنت تتصور أن تقدم هذا الإنجاز في البرنابيو ضد ريال مدريد الذي فاز بالثلاث ألقاب السابقة؟ إذا ما رأيت المباراة قبل أسبوعين كنا نعلم أنه بإمكاننا أن نقدم إنجازا، وقد أظهرنا ذلك منذ البداية. حسنا، أعتقد أنه لم أكن أفكر في ذلك ربما هذا الصباح، وهو أمر مذهل. ما هو إحساسك؟ سجلت الهدف الأول وفتحت الطريق للنصر لزملائك، قمنا بذلك مع بعضنا البعض، وبالطبع كانت ضغط كبير من فريقنا وسجلنا الهدف. بعد ذلك لم نجزع وقمنا بعملنا ونجحنا في ذلك. ما هو إحساسك عندما خسرتم قبل ثلاثة أسابيع؟ فعلا أحسسنا بخيبة أمل، ولكن آمنا بأن لدينا فرصة في العودة. والآن أعتقد أنه ميلاد فريق أجاكس الجديد. حسنا، نحن تأهلنا للدور القادم وسنرى ماذا يحصل. طموح أجاكس أمستردام أصبح أكبر الآن بكل تأكيد. إذا ما فزت هنا 4-1 في هذا الملعب أعتقد أن الطموح يكبر. ما الذي تنتظره من الدوري القادم؟ من تفضل كفريق لمواجهته؟ ذلك لا يعني شيئا. علينا أولا أن نستمتع بالانتصار في هذه الأمسية ثم سنرى. شكرا حكيم. أعود إليك بعد هذه المقابلة مع حكيم زياش الدولي المغربي الذي سجل الهدف الأول والذي فتح الطريق لفريقه لأياكس أمستردام للفوز، فوز تاريخي هنا في البرنابيو. شكرا. ديرار كيرفع الكرة والركنية تسير نحو الركنية، ولكن مرة أخرى دائما لصالح المنتخب
المغربي حكيم زياش المبدع حكيم زياش. تفاعل مع الجماهير المغربيه قلت بانه عوده حكيم زياش عوده كانت لا بد منها. نتابع فنان كبير فنان مبدع شاهدوا صنع المحاوله. يا سلام يا سلام على حكيم زياش يا سلام على حكيم زياش ممتاز لاعب رائع لاعب مهاري لاعب فنان مبدع بامتياز. إذن المنتخب المغربي تعود الأجواء أجواء الفرحة مع عودة زياش. يمكن أقول بأنه الجدل الذي كان قد رافق عدم لاعب زياش للمنتخب المغربي. Nah.